أستاذ عزت، في سؤال كثير أنا من البداية كنت حابة أسألك عليه. أنت لقبت بعراب السياسة، يعني اليوم أنا عندي مكونات سياسية مثل ما حكيت، بجمع الأوراق برتبها بروح بتفاوض مع الشخص الآخر. عندك يعني أنا برأيي في احتمالين. الاحتمال الأول، أنت كشخص دبلوماسي سياسي لديك قدرة على الإقناع، بقنع الشخص المقابل بيوافق. أو الاحتمال الآخر أنك أنت ماسك ملفات عليهم وبالتالي هن رح يوافقوا. الثاني غير موجود على الإطلاق. وراح أقول لك ليش أنا يمكن أنجح أكثر من غيري. لأنه حينما أفاوض أنانيتي أتركها على جنب، يعني أنا غير موجود. أنا غير موجود. نعم. حينما أفاوض طرف مع طرف آخر أو أحاول أقرب أو شيء من القبيل، أنا ذاتي خارج الموضوع. حينما المفاوض يترك أنانيته ينجح، وإن حينما يضع أنانيته أمامه يعني يدفع المشروع باتجاه أين هو سيكون يفشل. أنا يمكن واحد من السياسيين المعدودين اللي عنده هذا التاريخ بس ما عنده منصب ولم يطلب منصب. هذه قوتني. بس أنت لما بتجي بتفاوضون بيقتنعوا منك؟ يقتنعوا لأنه لا أعرض شيء أنا غير مقتنع به أبدا. يعني لما أريد أن أعرض شيء المرحلة الأولى أكون أنا مقتنع فيه، وبالتالي أنت كمان بالمقابل أنه أنت تغريداتك على التويتر بالنسبة للسياسيين كتير قاسية، يعني تقسى عليهم بالكلام وشبهت البعض بالصبيان. أي تقديري هي أقل من حقهم صدقا. يعني أنا لما أشوف عراقية تأكل من الزبالة ألعن الحاكم ألف مرة ذلك اليوم. لما أشوف أم عراقية عبايتها ممزقة تدمرني، وهم قصورهم وسياراتهم وأموالهم أحترق بكل صراحة. فبتنزل عليهم على تويتر 100%. 100%.